اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الحلقه دي والنهارده بهديها لاخواننا وحبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا. اسئله كتير وانا دخلت كده بالصدفه، يعني كان عندي وقت كده واحب اضيع وقت، فبخش في المفيد للامانه واشوف متابعيني واللي بيحبوني واجاوب على الاسئله كده، وحابب اهدي لكم الحلقه دي النهارده. هشيف مغازي من ضمن الاسئله: شوربه الشعريه في ايام الشتاء هي شوربه شعريه، عايزين نغير منها اعملها وانا بحب الشعريه، فانا جاي على بالي النهارده اعمل شوربه الشعريه بالخضار، اجمع ما بين فيتامين سي، الكوسه، البطاطس، شويه الحب، الكرفس ملك الشوربه، هيبقى عندك شويه شوربه شعريه يكسروا الدنيا. في المطبخ الطلياني بيسموها المونسترونو سوب او المونسترونو سوب، يعني شوربه بتاخد مكرونه او رز او لسان عصفور. انا هعملها النهارده بالشعريه، هتعجبكم وهتبقى لطيفه، وقولوا معايا في سركم: الكرفس ملك الشوربه. نيجي بقى لاكله مشهوره جدا في المطبخ العربي اسمها المطبق. المطبق ده مدارس، يتعمل بالفول، يتعمل باللحمة، يتعمل بالدجاج، يتعمل بالبيض، فأنا جاي على بالي أعمل النهاردة المطبق من المطبخ العربي الأصيل بمدرسة المغازي بفكرة بسيطة، لا هتعجيني عجينة ولا هتتعبي. هنجيب الخبز الصاج اللي هو العيش الشراك أو الخبز المرجوك، هنشوف نعمله مطبق إزاي بتفاصيله، بيض ولحمة وكرات وشوية حب. أما المفاجأة بقى، جوزي وهو راجع بالشغل جاب لنا موز من 3-4 أيام. الموز ده كان جاي اخضر، على ما جينا ناكل منه لونه اتغير. خد يا ابني الموز، يقول لك لا مش عايزه، ايه السواد ده، مع انه محلور لسه والله العظيم قسما بالله، واكل واحده دلوقتي طعمه زي العسل. حلو، طب انا عايز اعمل الموز النهارده ده بافكار تانية، عايز اعمله كريسبي مقلي كده لطيف وحلو الاولاد يحبوه، ونغير مدرسه الموز يتقشر ويتاكل، عايزين نشتغل عليه شويه. بما ان هو غني بالبوتاسيوم، قيمته الغذائيه عاليه جدا، الرياضيين بيحبوه، مفيد جدا، فتعالوا نعمله بطريقه جديده النهارده، ازاي نعمله كريسبي ونقليه في قلب الزيت والخلطه والتوبنج ما يفكش من الموز. كده انا اعتقد شرحت نظري المقدمه بتاعت الحلقه بتاعتي. اسمحوا لي اطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل معلومه غير معلومه، تفاصيل بسيطه ولكن بمعنى جديد وطعم جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا مع بعض نشوف نجاوب على أسئلة السوشيال ميديا إزاي عملي. بنقرأ الأسئلة نظري وندرسها ونشوف معظم الأسئلة ونعمل عملية حصر وفرز، والموضوع ده على فكرة والله العظيم بدون مجاملة بياخد مجهود كبير جدا من الإعداد والبروديوسر وحبايبنا على السوشيال ميديا، شوف مغازي الجمهور عايز كذا وكذا وكذا. فتعالوا نشوف المطبق نعمله إزاي النهاردة على مدرسة المغازي بالطريقة البسيطة السهلة. عايز اكل مطبق، مقاديره على الشاشه: عيش صاج، صاج يعني عيش مرجوج يعني شراك، خبز صاج، لحمه مفرومه، وبصل وبصل وبيض مسلوق وكرات. بس عايز اقول حاجه مهمه جدا، المطبق في الخليج من غير الكرات مش مطبق، يا سبحان الله والله العظيم بجد. طبعا حضراتكم عارفين ان انا سافرت العالم كله وقعدت بالاخص في السعوديه فتره طويله من عمري، فمشهور هناك جدا في يعني في كل المحلات الشعبيه، زي عندنا مثلا كده تلاقوا الكبده الاسكندراني، الكشري، السجق، مشهور جدا المطبق بكل تفاصيله. من غير الكرات ما يبقاش مطبق، كرات مصري كمان، عشان كده اقول لك حتى هو المسمى بتاعه لما نيجي نشتريه هناك بره في اي مكان في الصين في اليابان يقول لك كرات مصري، اهو ده معانا اهو ده الاساس، ما لقيتوش ما تعملش المطبق. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هاخد اللحمه المفرومه دي في طاسه شديده الحراره على النار اعصجها. يعني لازم يكون عندي لحم مفروم، بس بيعملوا بقى اخواننا بتوع المحلات، بيبقى عنده لحم مفروم متعصج، فراخ متعصجه مفرومه، سجق، تشكيله يعني من الاخر. فانا جاي على بالي اعصج اللحمه مع حضراتكم كده على ما نشوف ازاي نعمل المطبق مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. بحط البصلايه على النار، اللحم المفروم الخشن، وص الجزار يقول له عايزه فرمه خشنه مش فرمه ناعمه. اما فرمه خشنه لو انا هعصج لحم مفروم لمكرونه بالبشاميل او المطبق بالشكل ده كده،
نسيب اللحمة على النار. وأقول لك على تركية حلوة دلوقتي تخليك اللحمة دي تفك بسرعة، وأنا شغال مع حضراتكم كده واحدة واحدة. خليها قدام عينك كده تاخد ريحة البصلة. بنحط فص ثوم. طبعا لما نيجي هنعمل مطبق في بعض برضو المحلات مش هيعصج لك لحمه وانت واقفه، الحاجات دي بتبقى جاهزه متحضره زي الفل. تعالوا نشوف الكرات بتاعنا المفروم. ده كرات مصري، بنشول الرز دي كده، ينصحك تشيليها لان طبعا الكرات من الدرنيات اللي ممكن الرز دي فيه اتربه فيه رمال مع جو الشتاء، فيعني نشيلها ونريح راسنا منها. اهو ناخد بقيه الكرات كده بالسكينه. بتعملي فلافل لازم كرات مصر، بتعملي مطبق لازم كرات مصر. اهو والطعميه على فكره والطعميه بتاعتنا بالذات من غير برضو الكرات المصري لا طعم ولا رائحه ولا شخصيه بجد سبحان الله. نعم يا غالي، لا ما ينفعش. دايما انت السؤال بتاع مخرجنا الجميل فاروق يقول لك طب ينفع ده بدل ده؟ ينفع في حاجات حاجات، يعني بيقول لي ينفع عروق البصل الاخضر بديله للكرات؟ مش نفس الطعم، عروق البصل الاخضر طعم والكرات المصري طعم، خلي بالك ده مهم جدا. الكرات معانا ده كده هنخليه معانا. الله، ولازم يتغسل كده ويبقى رايق كده زي الفل. يا سلام لو حطيتي على الكرات ده شوية طماطم متقطعين مع زيت زيتون وعصير ليمون، أحلى طبق سلطة، سلطة الطماطم بالكرات. اه زي الفل زي ما هو كده، مش هحط عليه حاجة، خليه معانا. حلو الكلام. ومعايا كمان بصلاية حلوة زي دي كده، باخدها جوليان. وبإيديا كده، ده مهم جدا قبل ما احطها على الكرات. اهو يلا بينا. اهو شفت الاساسيات دي مطلوبه. اهو حلو، نقلب الكرات مع البصل. الله عليك يا عم الشيف. وانا شغال اهو، وهو تحط اي بهارات ولا اي حاجه خلي بالك. طيب هنيجي مع بعض نشوف اللحمه اخبارها ايه. الله، هقول لك بقى التركايه الحلوه اللي تخلي لك اللحمه دي تفك منك بسرعه. تعملي بولونيز، تعملي مكرونه بشاميل، تقعدي يعني تتعبي في التقليب واللحمه تلاقيها خدت شكل منك كفته وانت في قلب الحله كده من غير ما تاخدي بالك. تقومي تعملي يا ست الكل شقشاء ميه مغلي. الله عليك يا عم الشيف وتركتك. اه شويه الميه الحلوين دول. اه بس هتعمل ايه الميه دي يا عم الشيف؟ هو ده الكلام. الميه دي هتديني بخار. نتيجه تباخر البخار في قلب اللحمه هيفكك اللحمه من بعضيها ويفكها من الدهون. اه ونسيبها على النار واحنا شغالين مع بعض، زي خليها زي ما هي كده. هناخد الخبز بتاعنا. نعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه بقى. ده خبز اسمه اسماءه مختلفة يعني عشان لما نسافر او ان احنا نيجي نشتريه بيسموه في السعودية خبز بر. بر يعني بيتعمل من دقيق البر، الدقيق الاسمر. اه ده خبز بر. بيسموه في الاردن خبز الشراك المسمى بتاعه، ده اساس اللي هو يتعمل بيه المسخن. المسخن لازم العيش ده حلو قوي. بيسموه بعض الدول العربية خبز صاج. اخواننا الشوام يسموه خبز صاج. احنا هنا في مصر لما نيجي نشتريه من عند المحلات يقول لك الخبز السوري. ده مكوناته ايه يا عم الشيف؟ دقيق كوبايتين دقيق مع كوبايه دقيق اسمر، رشه ملح، معلقه زيت، ماء دافي. يتعجن من غير خميره، يتعجن ويتجاب قصعه او طاسه مقلوبه تحت منها نار هاديه جدا. تسخن الطاسة، بنملس عليها بالزيت، نفرد العجينة دي يا عم الشيف
ونبدا نسويها على الطاسه اللي هي المقلوبه. خلي بالك انا بقول التفاصيل دي عشان لو عايزه تعملي في البيت سهل جدا، كانك بتعملي عجينه بان كيك بس على حجم كبير. دقيق ورشه ملح، رشه سكر من غير خميره، وميه دافيه، بنعجن العجينه ونسيبها على جنب ونقطعها ونقصتها صغيره كده قد البيضه بزيت تتفرد، وبعدين نخبزها على الطاسه او اللي هي القصعه المقلوبه اللي تحت منها نار هاديه جدا. زي الفل. هنشيل دي من هنا. اخبار اللحمه ايه؟ ورينا بقى يا عم الشيف الفهلاوه بتاعتك. اللهم صل على النبي. بص على اللحمه اهي، فكت اللحمه ولا ما فكتش؟ اهي بص على طول مدرسه اهي. بتفكيها من بالميه السخنه بالشكل ده كده، بقت عندك مفروم معصج. بنحط عليه صوص طماطم اذا انت حابه، عايزه تخليه زي ما هو كده مفيش مشكله، بس يفضل تبريده قبل ما نحطه على الكرات او نحطه في الحشو بتاع العيش، لانك لو حطيتي اللحمه دي وهي سخنه ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ هتدوب لك اللقمه. نحط البهارات بتاعتنا، بهارات ملح فلفل بابريكا، حط بهارات شرقيه عادي، حبهان اللي هو الهيل، ونقلب اللحمه بتاعتنا كده. الله، هناخدها زي ما هي كده ونحطها على جنب تبرد، ونخش في الطبق التاني. مش هشتغل في المطبق دلوقتي غير لما اللحم المفروم ده يبرد، ده مهم جدا على فكره. بس نخليه على جنب. حلو الكلام. عايزين نعمل شوربه الخضار او شوربه الشعريه بالخضار، مقاديرها على الشاشه. معانا شعريه، معانا كوسه، معانا جزر، معانا شويه بطاطس متقطعين صغيرين، ومعانا بصل وتوم. الشوربه دي تتعمل ازاي يا عم الشيف؟ لقيمتها الغذائيه عاليه جدا، ونغير من مدرسه الشعريه واحنا واقفين مع بعض. معلقه زيت صغيره، حلو. ممكن على فكره تضيف لها مكعبات من اللحم او مكعبات من الدجاج. تجيب صدر دجاجه وتقطعيه وتحطيه في قلبيها، ده اختياري. مكعب من الزبده، بصلايه حلوه، فص ثوم حلو. نقلب كل دول مع بعض، واحنا بنقلبهم بننزل بالخضار بتاعنا، اولهم الجزر بما ان هو بياخد وقت كبير. نعم يا غالي، ما هي دي مدرسه بقى، بيقول لي مش هستنى البصله لما تتحمر، وهي لو انا حطيت الجزر معاها والثوم مش هتتحمر. البصله بتتحمر والجزر بيستوي والدنيا حلوه زي الفل. شوربه الشعريه بالجزر بطريقه المغازي البسيطه السهله. شفت الجزر خد لون جميل ازاي؟ البرتقان الحلو. اوعى البصلية تتحمر منك جامد، هتمرر الشوربه وتغير لونها، خلي بالك. ايه اللي بعد الجزر؟ البطاطس. بنصفي الميه دي منها وننزل بيها على الجزر. الله على الشكل الحلو واللون الحلو. الله، نعم يا غالي. والله ممكن تاخد بسله، بس انا مش بحب البسله مع شوربه الشعريه. يعني ما تستسهليش وتروح تجيبي كيس خضار بسله وجزر تقول الشيف لا زمان انا شغال كده. حطيت كوسه. الله، حلو لغايه دلوقتي زي الفل. نقلب دول كلهم مع بعض. عايز احطها على النار عشان اسيبها ايه يستوي. شفت شكلة الخضار الحلوة دي كده؟ تاني ما تستسهليش يا أمي وتروح تجيب كيس خضار مشكل، حبيتين كوسة جبتيهم، حبيتين من البطاطس قطعتهم بنفس الشكل، حبيتين جزر متقطعين بنفس الشكل. لو لاحظتوا هنا هتلاقوا في شكل هندسي لتقطيع الخضار بالشكل ده كده. حلو الكلام. عينيا هنحط البهارات بتاعتنا، شوية ملح حلوين بيساعد على نضارة اللون، شوية زعتر حلوين، ونقلب تاني
ايه الفكره في ان انا بقلب تقليب الكتير ده قبل ما احط الميه؟ فكره في ان انا هنا بصله وتومه حلوه، انا عايز الانسجه بتاعته. شفت المدرسه الطهويه بقى؟ شفت لما نخش في التفاصيل، انسجه الكوسه مع انسجه الجزر مع انسجه البطاطس والنشويات اللي فيها بتشرب وتاخد الفليفر بتاع التومه والبصل. هننزل بالميه المغليه بتاعتنا. الله الله، بس خلاص ونقلبها تقليبه وناخد بعضينا ونجري. هناخد فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف الشوربة الجميلة اللي ألوانها بتتكلم مصري، فيها جزر وفيها كوسة وفيها بطاطس وفيها بصل، وفي الآخر بنحط لها الشعرية الجميلة. السؤال هنا بقى، الشعرية شيف مجازة هنا تتحمر ولا تتحط سليمة؟ أيهما أفضل وأيهما أطعم؟ وانت تحبها ايه؟ وانت لما هتحبها كده اكيد انت جربت ده وده. هنجاوب على السؤال ده بعد الفاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وفي اسئله كتير برضو من خلال السوشيال ميديا. بما ان انا بدات الحلقه بتاعتي بقول بهديها لكل حبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا وبيسالوا اسئله كتير. شيف مغازي، بروح بعض المطاعم او بعض الكافيهات بلاقيهم بيقدموا اطباق من الشوربه، وخاصه في موسم الشتاء الشوربه بيبقى لها قوام. هل القوام ده نشا ولا القوام ده دقيق ولا بيجي منين؟ اروح البيت اعملها يا تكلكع مني، يا تبقى خفيفه يا تبقى تقيله. بص بقى يا ست الكل، اذا الشوربه فيها بطاطس زي اللي معايا دي مفيش داعي لا تحط لا دقيق ولا نشا، اكتفي بالنشويات بتاعه البطاطس ونشويات الشعريه اللي انا هحطها نيه، هو ده قوام الشوربه. لو بتعملي شوربه طماطم تعملي ايه وانت بتعملي شوربه الطماطم؟ تحط الطماطم على النار بتغلي، بتجيبي بطاطسايه تبشريها وتحطيها تستوي مع الطماطم. النشويات بتاعه البطاطس لما تستوي مع الطماطم هتديك القوام بتاع الشوربه، بعيد عن الدقيق والنشا خالص. ليه؟ وجود الدقيق والنشا في قلب الشوربه بيخلينا نتلكم من المعنى البلدي يعني، او ان احنا نشبع بسرعه، ده الطبيعي. فخلي الشوربه بطبيعتها بمكوناتها هتديك الطعم، تديك القوام الطبيعي. حلو الكلام؟ بس جواب وجاوبت على السؤال عشان حضراتكم تبقوا مقتنعين باللي انا بقوله. معايا الكرفس ملك الشوربه موجود معانا، ده بضيفه في الاخر خالص للشوربه بتاعتي بعد ما تغلي واحط الشعريه. تعالوا مع بعض نشتغل في المطبق. وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بحب الاطراف بتاعت اللقمه، اشيلها ازاي؟ وانا واقف كده. على فكرة لقمة المطبق دي أو الفطيرة دي أنا بحبها، بيبقى فيها فوائد كتيرة قوي، وخاصة المدرسة بتاعتي. إخواننا لما بيجوا يعملوه في بعض المطاعم بيبقى عندهم أفران، ما تقفش تصفر لي كده بقى وتخيل. حلو، بيبقى عندهم أفران. الأفران دي بتعمل إيه؟ بتبقى جاهزة لكده. فأنا مش هقول لك هات فرن بالشيء الفلاني عشان تعملي أكلة زي دي كده. يعني بيبقى البيض ني بيتحط على اللحم او الفراخ ويخش فين؟ عارفه انا بعمل ايه دلوقتي؟ باخد كده الخبز ده كده بالشكل ده كده، وباجي على الاطراف دي كده بقطعها بالسكينه وانا واقف كده زي الايه؟ زي الفل. لان الاطراف دي بصراحه لما تقدميها مش تبقى لطيفه. بس خلصنا من دول. حلو، نعمل تاني شويه كمان مع بعض. اللي ما خدش باله من الاولى، بتعملي سندوتشات شاورما للاولاد، بتعملي سندوتشات طعميه للاولاد، بتعملي فاهيتا للاولاد سندوتشات بالعيش ده. الاطراف بتاعته غير مرغوب فيها لانها بتبقى عجينه، وعجينه بتشد كده مش لطيفه حلوه، بتبوظ المود والواحد بياكل، خاصة لما تبقى اللقمة طرية ومقرمشة تحت سنانه ويفاجئ في الآخر في إيه؟ حاجات زي إيه؟ الأطراف دي. بس أخلص منها كده. دول ثلاثة مع بعض، باخدهم كده زي ما هما، أحطهم كده بشكل مثلث، كمان مرة، كمان مرة، وآخد السكينة بتاعتي وأجي هنا كده. ليه يا شيف؟ عشان ما نخسرش كتير من اللقمة بتاعتنا، وخليناهم على جنب. إيه الأخبار هنا؟ الشوربة اهي. حاضر يا فندم، شيل لك الغطا. تعالوا مع بعض نعمل ايه؟ واحدة مطبق.
هناخد لقمه زي دي كده ونجيب لقمه تانيه نقطعها نصين واحنا مع بعض كده. شوف انا هعمل ايه دلوقتي، النص ده خليه على جنب واخد النص ده كده احطه بالشكل ده كده يبقى شكل دايره يعني. من الاخر ابدا بقى احط الحشوات اللي انا عايزها معايا. لحم مفروم، الله، معايا الكرات الجميل الحلو بالبصل زي ما قلت لحضراتكم. بعض المحلات اللي بتقدم المطبق ده بتقدم معاه بيض ني، بس الكلام ده بيبقى له افران عشان البيض يستوي بسرعه. انت ممكن تعمليه مفيش مشكله في طاسه، بس انا بريحك وبديكي نفس الغرض. ده بيض مسلوق في قلبها كده زي الفل، زي ما انا شغال كده. شويه الخضره، شفت المدرسه بقى ايه اللي هتحطه ده؟ مشيت مكعب زبده، دي الشقاوه هنا بقى. ومعايا طاسه بتسخن على النار شديده الحراره، شويه البهارات الحلوين، البيض اللي انا بحبه كده، بحب الفلفل الاسود. شفت هعمل ايه بقى؟ واخد اطراف الخبزه اللي انا حطيتها في الاول والف الدنيا دي كده مع بعض اهو. الله عليك يا عم الشيف، درجة حرارة الطاسة هنا شديدة، خلي بالك. دي لقمة، نعمل لقمة تانية مع بعض واحنا شغالين. يلا بينا. واحدة هنا، النص التاني فاكرينه اللي معايا ده كده، باخد مثلث كده بالشكل ده كده، مثلث تاني العكس عشان تديني شكل دائري. اللحم المفروم بتاعنا، الكريات المصري مع البصله الجميله الحلوه. ممكن على فكره نحط بدل البيض ده بيض ني زي ما قلت لحضراتكم، ابتدي بكررها عشان اللي بيتابعوني في الخليج دلوقتي يقول لك الشيف المغازي حط البيض المسلوق في المطبق وكده غلط في المطبق، اهان المطبق. المطبق يتحط فيه بيض ني مش بيض مسلوق، معاك حق. فلفل اسود، كل حاجة ممكن تفكر فيها وانت قاعد بتشوفني انا بجاوبك عليها. حلو، ممكن نحط بابريكا زي ما احنا عايزين. يقفلها كده. مكعب الزبدة، انا اسف معلش. ليه مكعب زبدة يا عم الشيف؟ ده لما يسيح جوه الخليط الحلو ده كده تاكل صوابعك وراها. نقفلها القفلة دي كده. شفت التانية دي؟ هي دي كده. الله، هي دي اهم. ده هنا مفيش كفر، الكفر تحت، فالكفر ده كده بيديني كفر تحت وفوق اهو بالشكل ده كده، ونخليه على جنب كده. انا عملت اتنين، في الطاسه بتاعتنا فيها زيت وناخد المطبق الحلو ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، تمام. وناخد واحد تاني كمان، الصينية تاخد معانا واحد تالت، ناخد معانا واحد تالت. ايه رأيك في واحدة كمان مخرجنا الجميل؟ أنا عارف عجبتك اللعبة. يلا، نقطع دي نصين. نعم يا غالي، فكرة. أنت دايما بتاع الأفكار، بيقول لي يا رأيك يا شيف نجيب عيش من العيش الصاج، العيش الشامي، ونحطه مع اللقمة دي. ده يفصل المود يا غالي. ليه بقى؟ العيش ده طعم والعيش التاني طعم. انت قصدك على العيش اللي هو العيش الشامي، العيش السوري اللي هو ده؟ لا، انا عايزك تستخدمها كلها كده مع بعضيها، ايه بالشكل ده كده اهو. اهم حاجه شويه الكريات مع البصل الحلو ده كده في قلبيها، البيضه الحلوه دي كده. شفت انا بقطعها ازاي اهو على الوش كده؟ الله عليك، بروتين. مكعب الزبده التركي، الا مكعب الزبده ده كده مع رشة البابريكا الحلوة. ونقفلها كده. شوف صباعي فين؟ ولمها كده زي الفل، واضغط عليها كده.
بنسيبه على النار وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل يا عم الشيف نشوف مع بعض هنعمل ازاي الموز المقلي. شفت انا بعمل ايه؟ اهو عشان ما تحطش ايدك تتعور. الضغطه دي مهمه جدا، تديلك بصمه للمطبق بتاعك بالخليط اللي جوه مع وجود الزبده والبصل والكرات. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل بنرجع مطبق على مدرسه المغازي بالطريقه اللطيفه البسيطه السهله، معايا شوربه جميله جدا اللي هي شوربه الخضار بالشعريه او الشعريه بالخضار، وما ننساش طبعا رقائق الموز المقليه الكريسبي للاطفال الحلوين. او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير، والصوره على الشاشه تعني مليون كلمه، ليس كما تقول الصحافه ولكن على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بالفعل. مطبق بمدرسه المغازي بافكار بسيطه وسهله، نشوف تفاصيله. اللهم صل على النبي. انا احب القرمشه. ايه رايك في الجو الحلو ده كده؟ اخواننا السوريين، اخواننا الشوام في الاردن بوجه لهم تحيه كبيره، في الشام بوجه لهم تحيه كبيره. طريقه عمل المسخن بزيت الزيتون بتبقى لطيفه وجميله، نفس المدرسه دي. هنخليهم على النار لان عايز احمرهم شويه، وهقدمهم لحضراتكم دلوقتي مع بعض، وهنشوف هنقدمه ازاي. ايه عدله؟ ممكن سلطه الزبادي بالخيار، ممكن فتوش، ممكن تبوله، بتقدم بيبقى لطيف وجميل. ولكن خلونا مع بعض نعمل الموز المقلي الكريسبي بطريقه بسيطه وسهله، نشوف نعمله ازاي سريعا مع بعض. المقادير على الشاشه، بساطه سهوله مرونه، طريقه عمل الموز الكريسبي بافكار بسيطه وسهله وليس عليه اعتراض من اطفالك الحلوين. المقادير: موز مستوي لسه ما استواش مفيش مشكله، معانا كوبايه دقيق، شويه فانيليا، بيضه، وما ننساش طبعا معانا شويه بقسماط او رقائق الذره موجوده معانا. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي، ومعانا زيت بيسخن على النار. حلو الكلام. اول حاجه هبدا بيها خفق البيضه جيدا مع قليل من الفانيليا. تسلم ايدك يا عم الشيف. وشويه حليب. مع شويه الحليب قليل من الدقيق والنشا. نعم يا غالي، عينيا. حالا دلوقتي هوريك حاجه حلوه. الخليط ده مهم جدا. دقيق، بيض، حليب، نشا. دقيق، بيض، حليب، نشا. هتحتاج مني شويه نشا تاني ونقلبهم. ما ننساش الفانيليا. ونخلي الخليط ده كده خلاص. ناخد دول نخليهم هنا عشان عايزين نشيل المطبق من النار. اخبار المطبق ايه؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. المال الحلال ربك حميه. انا عايز الحمار ده. حلو. معانا الطاسه بتاعتنا او معانا البلانشه بتاعتنا. هنقدمه هنا يا شباب على نفس البلانشه دي. اللهم صل على النبي. يلا بينا. عايز اوريك التفاصيل انا. الله. اولادك اكلوا وعملت عشوه حلوه للاولاد لطيفه وجميله. نشيل دي من النار ونيجي هنا كده. سمع الصوت ده كده؟ الله. سمع الصوت ده كده؟ الله. مطبق. حط كده. الف هنا وشفا. شفت ازاي؟ تشيل دي كده. في البيض، في اللحمه المفرومه. ولادك مش حابين اللحمه المفرومه، ممكن تعمليه بالفراخ، ممكن تعمليه بالجمبري. تهزر يا شيف. اللي بقولهولك ده عن خبره. دي سليمه زي ما هي كده. هو ده. ده عدله زي ما قلت لحضراتكم، شويه سلطه الزبادي بالخيار
ممكن تعملي معاه سلطة التومية تبقى لطيفة وجميلة، تقدمي معاه جات خضرة من الجرجير من الفجل من الخس زي ما انت عايزة، وده معانا واحنا شغالين كده يا نعم يا غالي. حاضر عينيا. معانا بصل اخضر، معانا خس كابوتشا، الجو الحلو ده انا بحبه. معانا طماطم، وده اختياري. شفت بقى التقديم بتاعنا لطيف خالص وبسيط اهوت، وانت واقفه في قلب المطبخ. بصل اخضر انا عاشق له بالشكل ده كده، خس زي الفل، معانا طماطم، بصل برضو. الحاجات دي مطلوبه على فكره في ايام الشتاء بالذات اهو. شفت السفره اتعملت ازاي؟ ومعانا الطماطم الحلوه دي كده زي ما هي، بتاخدي الواحده نصين كده. انا بعلمك بس ازاي تعملي سيرفيس حلو او تعملي سفره حلوه بطريقه بسيطه وسهله. هنخلي ده على جنب كده، مخرجنا يتغزل فيه. يا غزيل بحبك اهو، الف انا وشفا للي ياكل. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نغرف طبق الشوربه بتاعنا سريعا زي الفل واحنا شغالين مع بعض. تقديم الشوربه فين؟ اهو. الله، جاهزه. كرفسي فين يا عم الشيف؟ اهو. يا سلام، الكرفسي ملك الشوربه، ونقدمها بالف هنا وشفا. نعم يا غالي. يفضل طبعا بمجرد ما نحط الكرفس بنقدم الشوربه بتاعتنا. شايف تشكيله الخضار الحلوه؟ استسهلت بقى ورحت جبت لي كيس خضار بسله وجزر، ازعل منك. تعالي على نفسك هات حبيتين كوسه، حبيتين جزر، حبيتين بطاطس، عودين من الكرفس البلدي الافرنجي تبقى احسن مني، والف هنا وشفا مع شويه شعريه بحفنة ايدك زي الفل. تعالوا نعمل مع بعض الموز المقلي سريعا. الزيت بيسخن معايا، هاخد بعد كده واخد الخلطه الحلوه اللي انا تعبت عليها، واخد البقسماط ده كده، واقف هنا مع اساتذه المصورين اشتغل. اخبار الدنيا ايه؟ زي الفل. وهنا ونجيب الموز الحلو ده كده اللي الاولاد معترضين عليه مش عايزين ياكلوا لانه طبعا استوى كتير. هقشر الموز هنا واحطه في الخليط اللي انا عامله ده كده. سهله الفكره. ها، انا اكلت منه واحد دلوقتي للامانه، طعمه زي العسل. احنا خلصنا ولا لسه يا شباب؟ قولوا لي عشان انا الوقت بيسرقني. طب احمره في الزيت ونجري. يلا اهو زي ما انا شغال كده. شفت بقى الفرق بيني وبينك؟ انت واقفه في المطبخ وانت مملكتك المطبخ وانت ست الكل في المطبخ، لا معاكي اخراج ولا معاكي حد بيضايقك ولا يقول لك وقتك خلص ولا الجو ده. اهو هناخد الموز الحلو ده كده من قلب الخلطه دي كده، القوام ده مطلوب، بناخده كده هنا. الله اكبر. ونحطه هنا كده اهو في قلب البقسماط اهو. هينزل في الزيت دلوقتي شديد الحراره، ممكن تحطيه في رقائق ذره تقلبيه كده. الله، الموز الكريسبي الشيف المغازى عمله بطريقه سهله جدا اهو. في قلب الزيت يلا بينا، في قلب الزيت يلا بينا اهو، وانا شغال اهو في قلب الزيت يلا بينا. ايه الفكره الحلوه دي يا عم؟ ده الاولاد ده يعترضوا على الموز اول ما القشره بتاعته تسود خالص اهو. في قلب البقسماط، في قلب الزيت. بس ايه التركية يا عم الشيف هنا؟ علشان برضو حضراتكم بتفهموا الموضوع، انا عملت خليط. طبعا تقدر تحمري كميه، 2 كيلو موز 3 كيلو موز ما فيش مشكله، معلقتين من النشا مع معلقه دقيق مع بيضه مع فانيليا مع قليل من الحليب، وقلبناهم مع بعض بعد قوام كريمي كده عامل زي الكريمه اللباني. معانا رقائق من البقسماط او رقائق من الذره موجوده جاهزه، بنغلفه الاول بالخليط ده وبعد كده ينزل في البقسماط او رقائق الذره ويتحمر في قلب الزيت. تقدري تقدمي معاه عسل، تقدمي معاه شربات يا شربات، تقدمي معاه صوص فانيليا، اختياري. احنا نقدمه كده سريعا مع بعض ونجري اهو. معايا صوص فراوله وانا بحبه مع الفراوله للامانه. الطبق الحلو ده كده، الله، بص على الحلاوه، بص على الجمال بالله عليك اهو 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 اهو.
مقلبيه بقلب جامد ما تخافيش، لا هيتكسر منك ولا التوبنج بتاعه ينزل منه. اه اديني دقيقه واحده بس، انا عارف ان انا ايه، نقفل النار عشان عايز اقدم الموز ده بشكل حلو. بس كفايه عليه، اللهم صل على النبي. استوى يا شيف، انت اللي هتقولي مش انا، واسمعك الصوت ده اهو. كنت تسمع الصوت ده في الموز قبل كده؟ اهو الف هنا وشفا. الله يا شيف ربنا يبارك لك، ده انا هدعي لك دعوه حلوه، ده الموز ده كان هيترمي. اه تقولي فيها كان هيترمي. اه اه انا عايزك تدوقيه وتقولي رايك فيه، هاخده زي ما هو كده انا واخويا زيزو. عينيا حاضر. تقولي لي اصعب اللحظات ايه وايه اللي مش بتحبه لما يقولك انهي الحلقه يا عم الشيف. حلقتنا النهارده ببساطه، سهوله، مرونه، قدرنا نعمل الموز المقلي بافكار بسيطه وسهله. قدمنا معاه صوص فراوله، انا بحبها مع الفراوله. قدمنا المطبق بمدرسه المغازي من المطبخ العربي الاصيل، بساطه، سهوله، مرونه. قدمنا كمان شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا في ايام الشتاء، تدي طاقه، تدي دفء. يعني رؤيه فن ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.